مأرب في مرمى ميليشيا الحوثي، ماذا فعلت الشرعية لمنع سقوطها؟ هل يتكرر سيناريو نهم أو الجوف؟ أم سيكون لأبناء مأرب موقف آخر؟ وماذا عن الرياض؟ هل هي جزء من المؤامرة على مأرب؟ تدور المعارك بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي حول معسكر اللبنات الاستراتيجية الواقع على الحدود بين محافظتي الجوف ومأرب، فيما كثفت الميليشيا تصعيدها العسكري على مناطق سرواح وهيلان والمجح في إطار سعيها لاجتياح محافظة مأرب. قبل 5 سنوات نفذ الحوثيون هذه المحاولة، لكن مساعيهم اصطدمت بمطارح مأرب وبأس رجالها الأحرار. لكن اليوم يبدو المشهد مختلفا، ففيما كان يفترض أن دخول التحالف ووجود قيادة الجيش الوطني في مأرب عوامل تعزز موقف أبناء مأرب، إلا أن الواقع يقول أن التحالف وقيادة الشرعية يتفرجون على تصعيد الميليشيا منذ أسابيع دون تدخل حاسم وإمداد يليق بالمعركة. ووسط هذا المشهد المتخاذل أو المتآمر ربما، تصبح الكرة في ملعب أبناء مأرب وسلطانها ووجهاتها الاجتماعية والسياسية، فإما أن يحددوا مصير محافظتهم بأنفسهم، وإلا فإن نموذج الجوف ونهم وباقي اليمن ليس ببعيد. مرة أخرى وبعد 5 أعوام من المرة السابقة، تدق ميليشيا الحوثي أبواب عاصمة سبأ مدينة مأرب التي استعصت على الميليشيا يوم كانت في طريقها لإسقاط كل البلد. تجد نفسها اليوم تبحث عن خياراتها لمواجهة الموجة الجديدة لاندفاعة الميليشيا شرقاً. معسكر اللبنات الذي احتضن الشرعية. بعد أسابيع من سيطرتها على مركز محافظة الجوف، تقدمت ميليشيا الحوثي إلى محيط معسكر اللبنات، والذي يمثل آخر قاعدة عسكرية للجيش الوطني في المحافظة، وعلى بعد ما لا يزيد عن 40 كيلومتراً من مأرب، فيما تستمر المواجهات العنيفة في منطقتي هيلان والمجدح والصرواح من جهة الغرب. أصبحت الميليشيا تحيط بالمحافظة من جهتي الشمال والغرب لتغدو مأرب محاصرة بحراب الحوثيين وغياب الشرعية. أمام هذا التصعيد الكبير للميليشيا، تبدو الاستعدادات من قبل الشرعية وجيشها غير كافية لكسر هذا الزحف، فيما تغيب الإمدادات العسكرية اللازمة من قبل التحالف، ليبرز للواجهة سؤال: هل ستكون مأرب ضحية أخرى لعجز الشرعية والحسابات المغلوطة للتحالف؟ بصرف النظر عن دقة الإجابة عن هذا السؤال، فإن المسؤولية الأولى عن الوضع في مأرب والبلد عمومها تقع على عاتق اليمنيين أنفسهم، وتحديداً قيادات الشرعية وقيادات السلطة المحلية والجيش الذي يتخذ من مأرب مركزاً لقيادة عملياته ضد ميليشيا الحوثي. وزير الدفاع ومحافظ مأرب عقدا اجتماع لهيئة الإسناد الشعبي للجيش الوطني، ما يعني أن قبائل مأرب ستتصدر جبهة الدفاع عن المحافظة إلى جانب قوات الجيش الذي يعاني من اختلالات بنيوية أبرزها قصور الدعم والتسليح وفساد القيادات. الله أكبر! فهل ستحبط مأرب ترتيبات الحوثيين وتكسر أحلامهم هذه المرة أيضاً؟ تدور معارك شرسة على أبواب المدينة التي جبرت كسر اليمنيين قبل 5 أعوام وجمعت شتاتهم منذ ذلك الحين، وفيما تبدو قلوب اليمنيين مع المدينة وحراسها، تنشغل الشرعية وقياداتها بصراعات أخرى ليس لها علاقة إلا بحساباتها الشخصية وترتيبات المستقبل الخاص بها. أبدأ النقاش مع ضيفي عبر الأقمار الصناعية من مأرب، الأستاذ عبد الله نكير، مستشار محافظ مأرب. أهلا بك أستاذ عبد الله. هل تسمعني؟ صوتي لديك واضح؟ نعم نعم. طيب أبدأ معك بعنوان حلقة هذا المساء: الحوثيون يدقون أبواب مأرب، أين هي الشرعية؟ أولاً أمسي عليك أخي الفاضل وعلى طاقم القناة وعلى المشاهدين بالخير، و
يعني الحقيقة الأمر بالنسبة للصراع القائم بيننا وبين الحوثيون هو صراع منذ 5 سنوات، لم يعني هناك صارت يعني انتكاسة نوعا ما حصلت في نهم ونوعا ما في الجوف، أما ما يدور اليوم في صرواح وما يدور في أطراف مأرب الأخرى هو يعني صراع، يعني صراع لم يتقدم فيه الحوثي بقدر ما يتقدم في يعني بقدر ما نراه اليوم في يعني الهالة الإعلام التي يصبها. للأسف هناك خلل في الصوت. مع صوتك في هناك صدى في الصوت، أرجو الزملاء تجاوز هذه الإشكالية، يبدو هناك إشكالية في التواصل مع الضيف، يبدو أنه يسمع صوته كصدى. طيب أستاذ عبد الله، إلى حين تجاوز هذه الإشكالية إذا كانت الاتصال جاهز مع الأستاذ علي الذهب الباحث في النزاعات المسلحة من القاهرة، نذهب إليها وأعود مرة أخرى للأستاذ عبد الله نكير. طيب أستاذ عبد الله، سأطرح عليك السؤال، تقول أن الأمور هي ربما في أطراف محافظة مأرب وأن ما يحدث هو تهويل ومبالغة من قبل إعلام ميليشيا الحوثي. هو ما يحدث ليس جديد منذ قرابة الشهر، وهناك تكثيف للهجمات من قبل ميليشيا الحوثي من الشمال والغرب. هل هناك استعدادات عسكرية بحجم هذا التصعيد وبحجم هذه المعركة؟ طيب إذا يبدو أننا فقدنا الاتصال بضيفنا من مأرب، وأذكر قبل أن نذهب بفاصل بأن هذه الحلقة تأتي في إطار التصعيد الأخير الحاصل في محافظة مأرب والمعارك بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي حول معسكر اللبنات. أعود مرة أخرى لضيفي من مأرب الأستاذ عبد الله النكير. أهلا بك أستاذ عبد الله مرة أخرى. طيب سنذهب إلى فاصل ومن ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة من المساء اليمن. المناطق التي تسيطر عليها الشرعية لا توجد سجون سرية ولا توجد أماكن تعذيب. أذهب إلى برلين وينضم إلينا من هناك عبر الهاتف الخبير العسكري والاستراتيجي حسين العمري. أهلا بك أستاذ حسين. أهلا وسهلا أخي سامي. بداية، كيف تقرأ التطورات الأخيرة في محافظة مأرب من حيث المخاطر على سقوطها؟ أولا أحييك أخي سامي وأحيي قناتكم الموقرة، والتحية موصولة لضيوفك الكرام. مما لا شك فيه أن ما يحصل اليوم هو تحديث حاصل بعد سقوط الجوف. شيء طبيعي بأن الميليشيات الحوثية ستضغط باتجاه مأرب من جبهة الجوف عبر المرازيق واللبنات وصولا إلى الرويق، ومن جهة جبهة صرواح نفس الطريقة تريد أن تضع مأرب في كماشة. لكن هناك قبائل أبية قاتلت الحوثي، والحوثي كان يبعد عن القصر الجمهوري في مأرب مسافة 500 متر، بينما اليوم هو لا زال يبعد عشرات الكيلوهات عن مأرب. مأرب عصية بقبائلها،
حقيقة الأمر أنه دور الجيش لم يكن دور جيش نظامي حرفي، ونحن تكلمنا كثيرا في هذا المجال أنه الجيش يعني يشوبك كثير من 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 النواقص. جيش يقاتل لسنوات دون مرتبات، دون مهام، دون ذخائر، دون هذا الجيش ينقصه الكثير، وهذا إهمال من القيادة العسكرية ممثلة بالأخ وزير الدفاع. أعتقد أنه وزير الدفاع يتحمل المسؤولية الكبيرة لأنه يهتم في أمور غير تأهيل وتدريب الجيش الوطني الذي يفترض أن يكون جيش وطني ولا يرقى إلى المستوى هذا، وإنما هو جيش شعبي أكثر منه جيش نظامي، لكن مارب عصية بقبائلها، قبائلها التي قاتلت الحوثي عندما خرجت بمطارح، والحوثي كان يسيطر على الجوف كاملة وكان يسيطر على أغلب مساحة. طيب وهل من منطقي أستاذ حسين أن نراهن على القبائل بعد 5 سنوات من هذه المعركة؟ في ذلك الوقت كانت القبائل هي حائط الصد الأخير أمام ميليشيا الحوثي، لكن الآن نتحدث عن جيش وطني مئات الآلاف في كشوفاته. أخي العزيز، نحن نقول أن ما يوجد ليس لا يرقى إلى مستوى ودرجة الجيش الوطني، هو جيش شعبي أكثر منه جيش وطني، وفيه كثير من الاختلالات والنواقص وعدم الاعتماد على الكوادر العسكرية المؤهلة والمتدربة والخريجة من الكليات والأكاديميات العسكرية. مع الأسف وزارة الدفاع والمؤسسة العسكرية أهملت جانب كبير وهو التدريب والتأهيل، أغلقت أبواب المعاهد العسكرية والمدارس العسكرية والكليات العسكرية. كان من المفترض عليهم منذ الوهلة الأولى في تأسيس جيش كنواة لجيش وطني يصبح مشكل من جميع التراب اليمني. كان يجب أن يفتحوا المؤسسات العسكرية الممثلة بالكليات العسكرية والمعاهد والمدارس، وإذا لم توجد في التراب اليمني هناك 14 دولة متحالفة، كان المفروض أن يتم التنسيق مع هذه الدول أن تفتح كلياتها ومعاهدها ومدارسها العسكرية للتأهيل وتدريب من ينتمون إلى هذا الجيش. لكن مع الأسف أنه كان جيش الجماعة وجيش الحزب ولم يكن جيش الوطن، ولم يكن يراعي معايير بناء الجيوش الوطنية التي تعتمد على التدريب والتأهيل وعلى المهنية والحرفية وكالتخصصات. لكن نحن نقول أن الحوثي حتى وأن لو قدر الله وسقطت مارب، وأنا أؤكد أن مارب صمام أمانها هي القبائل التي حمتها والتي تحميها اليوم، والتي انتحرت ميليشيات الحوثي في جبهة صرواح على مشارف صرواح، تم دحرهم وتم كسرهم، بل إنها حققت انتصارات، وأكثر من يقاتل في هذه الجبهات هم قبائل مارب الأبية. نقول أيضا أنه تم إهمال منطقة الجوف، وتكلمنا حينها على قناتكم الموقرة عندما كان لازال العميد العكيمي يقاتل ويصارع ويقارع الميليشيات الحوثي في الجيف، أنه خذل من قبل الجيش الشرعية. كان من المفترض أن يتم دعم العكيمي حينها وهو لازال في الحزم ولازال في قلب الجوف، لكن بعد أن سقط الجوف قلنا أننا نخاف على مارب كثيرا مع أن ينتفوا عليها من جهة الرويك، وهم اليوم لم يكونوا بعيدين عن الرويك. طبعا اللبنات لا زالت بين يعني بين مد وجزر، يعني لم يدخلوها او لم يسيطروا عليها سيطره تامه، لكن الحرب الان تدور حولها، والجيش الشرعي يمتلك كثير من الالويه الخامده والراكده. طيب حتى نستوضح اكثر عن الصوره الميدانيه، اسمح لي استاذ حسين ان اعود مره اخرى لضيفنا من مارب الاستاذ عبد الله نكير مستشار المحافظ. اهلا بك استاذ عبد الله. اهلا وسهلا. تقول أن ما يحدث في مارب هو ربما مبالغة وتهويل من قبل إعلام ميليشيا الحوثي الآن، ما طبيعة المعركة الحاصلة في مارب وما مخاطر هذه المعركة على سقوط المحافظة؟ حياكم الله أخي. أولا أسمح لي أن يعني أن أعرج قليلا على مداخلة سعادة العميد الذي كان معنا في هذه المداخلة وكذلك في التقرير. نحن نؤكد لكم يا أخي العزيز، يعني مثلا اليوم في لبنات، لبنات في الأخير هو معسكر تدريبي صغير لم يرقى يعني بالأهمية التي يعني أوردها التقرير. ثانيا حضور التحالف للأمانة هو يعني حضور يشادبه في هذه المعركة، وقدم يقدم الدعم اللوجستي، الطيران شقة الحوثي في الأخير هو يستغل الوباء العالمي هذا الذي انشغلت فيه دول العالم على أن يحقق شيء على الأرض
ويقدم ويرتكب يعني أعتى مجازر في اليمنيين على أنه ممكن أن يحقق يعني بغيته يتقدم لمحافظة مأرب. نحن نقول لكم الجيش الوطني قائم بدوره، يعني الأخ العميد الذي نحن نفتخر ويعني نشكر الإشادة بقبائل مأرب، ونحن أحد أبناء قبائل مأرب، لكننا نؤكد لكم على أن الجيش الوطني حاضر، وأن الجيش الوطني الذي أسس للأسف الحوثي استولى على كل ما تملكه الجمهورية اليمنية، يعني من أدوات ومن أسلحة ومن يعني خبرات ومن وزارات ومن الشرعية، كانت في يعني لم يتبقى لها إلا منطقة صغيرة، يعني انكسر الحوثي من أطراف الجنوب إلى أقصى الشمال. هناك اختلالات، لكنها يعني لا يجب أن يجرنا الحوثي إلى أن نصور أن يكون عندنا التصور بما ذكر سعادة العميد. طيب بالنسبة لك أستاذ عبد الله، ما هي هذه الاختلالات اليوم؟ الجيش الوطني. طيب ما هي هذه الاختلالات التي كان أشار إليها العميد حسين العمري وهي موجودة في الجيش الوطني بالنسبة لك، وكيف تؤثر هذه الاختلالات على مسار المعركة اليوم؟ أنا بالنسبة لي أنا أتصور أن هناك يعني اختلالات طبيعية بحسب الواقع التي عاشتها الشرعية. يعني العمدة الأكارم كانت معي مداخلة اليوم في أحد القنوات، فيه عميد أيضا ينتقد الجيش الوطني. إذا كان الجيش الوطني هذا الذي يقدم اليوم بالكفاءة الموجودة لديه وبالقدرات الموجودة لديه، والعمدة أحد في برلين وأحد في القاهرة وأحد في إذا، فلن يمتلك الجيش الوطني إلا أدواته الحاضرة. القبائل ضمن منظومة الجيش الوطني انضمت، وصدر هناك قرار جمهوري يعني بدمج المقاومة في القوات المسلحة. هناك تضحية وهناك استبسال، هناك أيضا صفعات تلقاها الحوثي، تلقاها في جبهة كانية، تلقى صفعة يعني قتل من قادته الحقيقيين على رأسهم قائد المهمة 9 أشخاص، وهناك فوق 100 قتيل، وهناك أسرى، وهناك يعني كانت هناك صفعة تلقاها أيضا في صلب، هناك يعني انتصارات ايضا للشرعيه، وهناك يعني صفعات الحوثي لم تغطى اعلاميا للاسف. طيب يعني هناك انتصارات للشرعيه. طيب استاذ عبد الله، هناك انتصارات للشرعيه ومكاسب تحققها على ارض الواقع، لكن ماذا عن الخسائر التي لحقت اليوم بالمناطق المحرره للشرعيه في الجوف ونهم؟ ما الاسباب وراء هذه الخساره في هذه المناطق برايك؟ حقيقة الأمر هذا بالنسبة له يعني نتمنى أن تكون هناك إيضاحات من وزارة الدفاع، وأنا أطالب أيضا نحن حينما ندافع عن الجيش الوطني وعن قيادته في وزارة الدفاع، نطالبهم أيضا يعني بالشفافية وأيضا بدراسة هذه الاختلالات التي تحصل، لأنه لا يوجد هناك قوة مثلا اليوم في لبنات تم دحر القوات المسلحة التي متواجدة في المعسكر، يعني تقريبا قد يكون هناك ايضا يعني انسحابات تكتيكيه للجيش، قد يكون هناك يعني امور لا نعرف عنها كما حدث في بعض المناطق. طبعا نحن ايضا يعني قبل تقريبا 10 أيام في احد المناطق كان هناك انسحاب تكتيكي واستجلاب للحوثي الى منطقه الى بؤره معينه، واطبق عليهم الحصار، وكانت هناك غنائم وكانت هناك اسرى وقتلى من الحوثيين. يعني حقيقة الأمر كانت فيه نقطة يعني في المداخلة السابقة، إذا كان هناك بالنسبة للأخوة في التحالف ما يجب عليهم هو قراءة ماضي الأشخاص الذي يريدوا منهم حاضر أو مستقبل، لأن نحن أيضا يعني إذا كان هناك من إرباك أو من نحن من يصنعه في يعني اليمنيين لأنفسنا، إذا كان هناك من انتصارات نحن من يصنعها لأنفسنا، إذا كان هناك يعني اتجاه لبناء دولة حقيقية لابد على اليمنيين أن يصنعوه لأنفسهم. هناك للأسف يعني منهم تقمص ثوب الشرعية اليوم في أكثر من الدول، يعني تقمص ثوب الشرعية لكنه يدق في قيادتها وفي جيشها وأيضا في مناطقها المحررة، يحاول أيضا أن يصنع شرخ. نحن نؤكد للأخوة، نحن نؤكد للمواطنين أولا ثم نؤكد للأخوة أن القيادات السياسية والعسكرية موحدة، وأن هناك عزم بإذن الله تعالى على إعادة الجمهورية اليمنية إلى أحضان اليمنيين، وإلى يعني إعادة النظام والقانون في الجمهورية اليمنية، إلى كبح جماح الحوثيين. هذه الحروب التي الآن يقودها على محافظة مأرب، هذه المحافظة التي اليوم يكتظ فيها يعني أكثر من 4 ملايين نسمة
على أنه يستغل يعني جهود الدول وجهود الدولة أيضا للذهاب إلى الحد من 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 انتشار الوباء هذه في هذه في في هذه المحافظة لا سمح الله، يريد أن وأيضا يريد أن يضغط على القوات المسلحة التي متواجدة في هذه المحافظة وعلى السلطة المحلية على أنه يحقق مكاسب يعني عسكرية، وهذه تظهر الحوثي بصورته الحقيقية بالإجرام الذي يمتلكه، تظهره أمام اليمنيين وأمام الآخرين أمام الرأي العالمي أمام الضمير العالمي إذا كان بقي هناك ضمير عالمي على أن هذا الفيروس الذي موجود في الجمهورية اليمنية الذي اسمه الحوثي هو لا يقل خطر عن فيروس كورونا هذا اللي انتشر في العالم، ويجب استئصاله، يجب كفح هذه الجماعة المسلحة، يجب أن يؤمن لليمنيين حياة كريمة كما باقي الشعوب. طيب سأعود لك أستاذ عبد الله، أعود مرة أخرى للعميد حسين العمري من برلين. سيادة العميد، كما يقول ضيفنا من المغرب، هناك اليوم من يريد أن يشق الصف داخل الشرعية ربما في هذه المعركة، وهذا يقودني إلى سؤال، هل فعلا هناك مؤامرة على المغرب؟ أخي سامي، أنا أكون صريح معك ردا على ما شرده الأخ عبد الله مع احترامي له، هو بيحكي قصص ألف ليلة وليلة كأنه بيكسي حتوتة، يعني أنه سبب الهزائم وسبب هزيمتهم في نهم وسبب تكهور في الجوف أنه فيروس كورونا الذي اكتشفوه أنه اليمن خالية من فيروس كورونا وأنه الحوثي اشتغل، هذا كلام برأس ماله. أخي العزيز، نقولها بصراحة، الأخ عبد الله يوجه سؤال أين العمداء وأين العقد المدربين، أقول له لو نظروا إلى تحت أقدامهم لوجدوهم بالعشرات بدون مرتبات وموجودين يقرعوا باب الشرعية ليلا ونهارا، وفي مارب في 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 مركز مارب لم يعطوا فرصة. نقولها بصراحة أن جماعة الأخوان المسلمين سيطروا على المؤسسة العسكرية ولم يتيحوا الفرصة لأي كادر عسكري مؤهل تأهيل أكاديمي حرفي مهني ما لم يكن من إنتاجهم هم الإنتاج الشخصي الذي يكون لديه الولاء والبراء للجماعة. لماذا العمداء في برلين وفي القاهرة وفي شتى؟ نحن يا أخي نفكر أننا نهاجر خلف الأطلسي، برلين عنا نعتبرها قريبة. الأسباب هو هل وجهوا يعني هل وجهوا نداء بصفتهم يعتبرون أنفسهم جيش شرعي؟ هل وجهوا نداء إلى الضباط بأن على كل ضابط كان ينتمي إلى المؤسسة العسكرية أن يأتي ليتم ترتيب وضعه وأخذ مكانته بحسب قدرته وكفاءته وبحسب مؤهلاته؟ لم يأتي. المعيار الوحيد الذي أنا أوجه السؤال للأخ عبد الله بكير، هل ممكن يقول لنا ويقول للأخ المشاهد ما هو المعيار الذي تم بناء هذا الجيش الذي يسميه جيش وطني؟ بس يطلع يقول المعيار 1 2 3. المعيار هو معيار واحد، أن يكون ولاءك للجماعة، الولاء والبراء، وأن يأتي محمد الحزمي يغني لك يا قمر قميره يا سراج الليلة، هذا علي محسن جانا يقفز ينط ويرط ويرط ويخرط. يا طيب. اخواني نقول ننقل هذه النقطة لضيفنا من المغرب الاستاذ عبد الله، لو سمحت خليني اكمل. طيب حتى لا نتجاوز النقاش انقل اليه هذه النقطة واعود اليك مرة اخرى سيادة العميد. طيب ننقل اليه هذه النقطة، من المهم ان نستمع الى رده. استاذ عبد الله، سمعت لرد العميد حسين العمري من برلين على سؤالك اين هم اليوم العمداء، يقول لك من حالة الخذلان الموجودة اليوم في صفوف الجيش الوطني والاختلالات الموجودة أن هؤلاء الجنود الأبطال بدون مرتبات، وأن هناك أيضا ناس همشوا من هذه القيادات العسكرية، ويسألك عن المعايير التي بناء على أساسها أسس هذا الجيش. أولا يا أخي يؤسفني أن سعادة العميد يقولني ما لم أقول على أن هناك أني نسبت إذا كانت صارت هناك انتكاسة إلى فيروس كورونا. نحن نقول ان هذا المرض الخبيث للحوثي هو استغلال يعني لانشغال العالم اليوم بما فيهم قياده الدوله لمكافحه هذا الفيروس. واما بالنسبه يا اخي العزيز، الدفاع عن الجمهوريه والدفاع عن الشرف العسكري لا يحتاج الى اذن ولا يحتاج الى راتب. نقول لسعاده العميد ان حينما هددت الجمهوريه وحينما هددت يعني حينما هددت السلم الاجتماعي كان نحن أملنا فالله سبحانه وتعالى ثم في الجيش اليمني الذي من ضمنها العمداء الأخوة الذي نتكلم مع أحدهم اليوم، الأصل أنهم يدافعوا عن هذا الشرف العسكري، الأصل أنهم يدافعوا عن الجمهورية اليمنية. أما إذا كان هناك جيش وسلبت منها الجمهورية اليمنية سواء مع ميليشيات أو مع حزب أو مع طائفة كما يقول اليوم، فهم لا يستاهلوا أصلا أن يكونوا عمداء ولا يستاهل الجيش أن يسمى جيش. نحن في محافظة مأرب نؤكد لكم أن العمداء الوطنيين
والقيادات العسكرية الوطنية إنها ضحت في على تراب مأرب على رأسهم القائد عبد الرب الشدادي وأيضا يعني كثير من القيادات العسكرية. ونحن اليوم في مأرب نواجه الميليشيات تحت قيادة وزارة الدفاع بقيادة الوزير المقدشي وكذلك رئيس الأركان بن عزيز. أنا أتمنى إذا بالنسبة ممكن أن المعايير التي يسأل عنها ضيفكم الكريم أن يقرأها من تشكيلة الوزارة. إذا كان الوزير المقدشي وإذا كان بن عزيز أيضا لها معايير أخرى يعني كما يريد أن يفهم بالمشاهد ضيفكم الكريم، فنحن نقول للمشاهد أن المعايير الأولى كانت عندنا في محافظة مأرب هو الميدان، هو الدفاع عن الجمهورية، هو الدفاع عن الإنسان اليمني، هو الدفاع عن الشرف وعن الكرامة. وضحت هذا الصورة هو أول معيار أستاذ عبد الله، وضحت الصورة والمعايير التي بدون رواتب ورديت على الأسئلة التي طرحها ضيفنا من برلين. هم يستاهلوا الشرف العسكري ويستاهلوا الرتب. قيادة الوزارة اليوم هي مشكلة، وعلى على على سعادة العميد أن يقرأ إذا هو منتسب لوزارة الدفاع تشكيلة الوزارة وسيعرف المعايير. الصورة واضحة وأشكرك جزيلا ضيفي من مأرب الأستاذ عبد الله نكير، شكرا جزيلا لك مستشار محافظ مأرب، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من هناك، شكرا جزيلا لك. أعود للعميد حسين العمري، أجابك عن سؤال معايير بناء الجيش الوطني وقال لك انظر إلى تشكيلة وكيان وزارة الدفاع. أريد أن أطرح معك نقطة واستمع إلى إجابة منك. اليوم البعض يطرح سيناريو حصل في العام 2014 في عمران وصنعاء، تصوير المعركة نكاية بفصيل سياسي أو حزب معين أنه قد يؤدي إلى تكرار سيناريو 2014، ما رأيك سيادة العميد؟ طيب سأعود مرة أخرى لضيفنا من برلين، يبدو أن فقدنا الاتصال، لكن نرحب بضيفي من القاهرة الدكتور علي الذهب الباحث في النزاعات المسلحة والخبير العسكري. أهلا بك دكتور علي. مرحبا، أهلا وسهلا. دكتور علي، من زاوية عسكرية كيف تفسر تقدم الحوثيين في الجوف إلى مشارف مأرب بالتوازي مع التصعيد من ناحية الغرب في هيلان وصرواح؟ تحية لك وللسادة المشاهدين وضيوفك. حقيقة العملية التي يقودها الحوثيون في مناطق الجوف وعلى تخوم محافظة مأرب وفي البيضاء هي انعكاس لما حدث خلال الست أشهر الماضية من يعني مكاسب سياسية تمثلت قبل ذلك، يعني قبل ستة أشهر باتفاق ستوكهولم الذي أوقف يعني قلل من جهود دفع قواتهم في اتجاه الساحل. ثانيا الانقلاب المجلس الانتقالي الذي أوهن من قوة السلطة الشرعية وجعلها تصارع انقلابين في آن واحد. المسألة الثالثة الهدنة غير المعلنة بين القوات بين الحكومة السعودية والحوثيين في مناطق صعدة، وهذه المناطق يعني وفرت كما هائلا من المقاتلين الحوثيين للدفع بهم إلى الجوف وذلك ما تحقق، فضلا عن أن هنالك اختلالات قيادية ناجمة عن سوء الإدارة وهذه هي تعد عاملا مساعدا لا ليس أكثر من ذلك، لأن العوامل الجوهرية الرئيسية هي أنها التي مكنت الحوثيين من الاندفاع والحشد هو يعني تفرغهم من جبهات استراتيجية كبيرة كالساحل والمناطق الشمالية على صعدة وحجة، وما مكنهم من التوغل في محافظة الجوف لإسقاط محافظة الجوف ومأرب بوصفهما المحافظتين الشماليتين اللتان واجهتا الحوثي بشراسة منذ 2014. طيب دكتور علي، ما الأهمية الاستراتيجية لمحافظة مأرب؟ ويعني ما حجم الخسارة للشرعية إذا ما ذهبت مأرب للحوثيين؟ مأرب تحتل أولا وقبل كل شيء هي أصبحت الآن الحاضنة السياسية والعسكرية والاقتصادية للحكومة الشرعية بعد أن واجهت انقلاب آخر، انقلاب المجلس الانتقالي الذي ضيق على الحكومة الشرعية ممارسة سلطاتها الدستورية والقانونية في محافظة عدن والمحافظة الجنوبية الأخرى أبين والضالع ولحج ويعني وأجزاء أخرى من محافظة الجنوبية. فمأرب تمثل يعني القلعة السياسية والاقتصادية والعسكرية وتمثل المعقل الرئيس للمواجهة التي لم تسقط وظلت متماسكة
منذ 2014، وفضلا عن ذلك هناك أهمية اقتصادية أنها تربط بين المحافظة الجنوبية والمحافظة الشمالية بواسطها نقطة فصل ووصل مع المحافظة الجنوبية والشرقية. إضافة إلى ذلك الأهمية الاقتصادية، أهمية النفط والغاز في مأرب، إمدادات الطاقة الكهربائية إلى صنعاء رغم أنها منقطعة في الضرفران، لكن إذا ما تمكن الحوثيون من ذلك فإنهم يضعون، إذا تمكنوا من السيطرة ولن يتمكنوا بطبيعة الحال، لأن هنالك لا زالت هناك اعتبارات كثيرة تعطل مساعيهم ويعني تحبط تقدمهم، وبالتالي يمكن يعني الوثوق بقيادة الجيش بأنها قادرة على صد مثل هذه العمليات وتحويل المعركة من معركة دفاعية إلى معركة هجومية. طيب دكتور علي، بالأمس كان هناك اجتماع لوزير الدفاع ومحافظ مأرب بقادة القبائل، لماذا؟ هل هو رهان على القبائل؟ وما الذي يمكن أن تغيره قبائل مأرب في ميزان المعركة؟ الحقيقة أن السند الشعبي هو الخط الدفاعي الذي يستند عليه النسق الثاني الذي تستند عليه القوات المسلحة إذا جاز التعبير، لأنه الجيش الوطني لا يمكن أن يقاتل وهو مكشوف الظهر، فلا بد من القبائل أن تكون مساندة وهي التي تمده بالمقاتلين، والقبائل هي التي تمده بالدعم اللوجستي في حال تعثر ذلك من قبل قيادة الجيش، المعنويات، التماسك، يعني هناك دور رئيس للقبائل، لأنه في الأساس هؤلاء المقاتلين في الجيش والشرطة والمخابرات والأجهزة العسكرية الأخرى هم ينتبون إلى أبناء القبائل، فالقبيلة تمثل مخزن استراتيجي للقوات المسلحة ودافعا لها في السلم والحرب. ومن هنا فإن محافظة مأرب التي صمدت بمقاتليها القبليين أمام الحوثيين منذ عام 2014 فإنها الآن ستكون أيضا السند الحقيقي سواء كان في مأرب أو في الجوف للجيش الوطني. طيب نرحب بضيفنا من مأرب أيضا عبر الأقمار الصناعية الأستاذ علي العباب وهو إعلامي. أهلا بك أستاذ علي. حياك الله الأستاذ أحمد العباب وليس علي العباب. أهلا أستاذ أحمد، المعذرة منك. أمسي عليكم بالخير، حفظك ربي ورعاك يا أستاذي. أستاذ أحمد، أولا أمسي عليكم بالخير، مشاهدين وطاقم، تفضل. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد. منذ أكثر من شهر تقريبا والحوثيون يعدون العدة لمواجهة أو لمهاجمة مأرب، هل استعدادات قيادة الجيش الوطني على ذات المستوى والمخاوف من هذا التصعيد الحوثي؟ أولا نطمن الجميع أن مأرب بخير في ظل قيادة الحكيمة وفي ظل قبائلها، كما نرسل رسالة للحوثيين وأتباعهم أن مأرب هي الأرض التي لا يدخلها غازي إلا جثة هامدة، هذا أمرا، هي الأرض التي لا تحتفل بعيد الاستقلال، أقسم أبناؤها أن يدافعوا عنها، أقسم الأحرار الذين تواجدوا على هذه الأرض أن يدافعوا عنها وعن ممتلكات اليمنيين حيثما وجدت. ونطمن الجميع أن مأرب بخير، الحوثي ربما ينتصر إعلاميا ولكنه مهزوم، اليوم مأرب تنتفض جيش وقبائل، وستسمعون ما يسركم بإذن الله تعالى. طيب بالنسبة للمعارك الأخيرة والتطورات، كيف يمكن أن تجمل لنا المشهد؟ المعارك الأخيرة التي حدثت ربما ابتداء من فرضة نهم، هناك ربما تقصير أو قصور في أداء القيادات، ربما هناك خيانات، ربما هناك طعنات ظهر، لكن الذي نعلمه أن الحوثي لن ينتصر بالبندقية، إنما انتصر إما خيانات أو استغلال أوضاع أو انتصر إعلاميا، ولكنه مهزوم في كل معاركه. اليوم الجوف لم عندما يقول سقطت الجوف لم يسقط إلا أجزاء من الجوف، لا زالوا يدافعون ويقاتلون في اليتمة وفي أطراف الحزم التي
التي لم تبعد عنها إلا عدة كيلوهات مواقع لبنات اللي هي أدعى الحوثي أنه أسقطها، ولا زالت قبائل مأرب والجوف والجيش الوطني إلى هذه اللحظة محاصر للقوات الغازية. أيضا القوات التي انسحبت لا نعلم لماذا انسحبت، ربما الساعات المقبلة تبين لنا أمرا، وبإذن الله نحن متفائلون أن الحوثي ستبتلعه أرض مأرب ورمالها. طيب تبقى معنا أستاذ أحمد، وأعود لضيفي من القاهرة الدكتور علي الذهب. دكتور علي، من خلال متابعتك للتطورات الأخيرة وأحداث المعارك، كيف تقيم موقف المملكة العربية السعودية، وباعتقادك هي اليوم تقف مع من؟ الحقيقة هناك يعني تفسيرات عديدة، ولكن لازلنا نحسن الظن في المملكة العربية السعودية، لأنها البلد المجاور لليمن والتي ستكون أكثر الدول التحالف تضررا من هيمنة الحوثيين عليها ومشروعهم المعروف إيرانيا. وبالتالي فإنه لا زال هناك القيادة السياسية الآن تقول بأن مأرب بأن السعودية هي الحليف الأول وتثمن مواقفها، ونحن ننظر إلى أن هناك اختلالات يعني يجب أن تصحح، وهذه الاختلالات هي الوقوف إلى يعني وقوف التحالف بشكل عام مع مجلس الانتقال الجنوبي الذي انقلب على السلطة الشرعية وحاول أن يوهن موقفها في استعادة الدولة ومحاربة الانقلاب الأول بانقلاب يعني بحدوث انقلاب آخر. فالمؤمل أن يكون هناك اصطفاف واضح وجيد بين السلطة الشرعية والمملكة العربية السعودية بدرجة أولى، لأنها لا زالت هي الطرف الذي يتدخل بصفة مباشرة أو يعني تدخل استراتيجية تمثل استراتيجية الاقتراب المباشر، خلافا للإمارات التي باتت الآن تتخذ الاقتراب غير المباشر بعد سحب قواتها. يفترض أن يكون هنالك تفاهما وتنسيقا عاليا، وما زال ما زلنا نتفائل في السعودية وفي موقفها، لأنها تمثل مصيرها يمثل مصيرا مشتركا للقضية اليمنية، قضية الأرض والدين والمعتقد والاستراتيجية. طيب يقول البعض دكتور علي أنه اليوم التحالف وقيادة الشرعية هم فقط يتفرجون على تصعيد الميليشيا منذ أسابيع وأيام دون أي تدخل حاسم أو إمداد يليق بحجم معركة مأرب، إلى أي حد هذا الطرح صحيح برأيك؟ ما ألاحظه أنه أن الطيران لا زال يضرب يعني ويستهدف مؤخرة الحوثي مؤخراتهم مواقع تقدمهم، ولكن الخلل الآن الواضح أنه لا تأخذ المعركة مسارات مختلفة، يعني توقفت المعركة في الساحل الغربي، توقفت المعركة في الحدود الشمالية وفي صعدة، يعني ليس هنالك تجاوب سريع من خلال الطيران كمشاركته المتأخرة في محافظة الجو وعلى أطراف نهم قبل شهر ونصف. هناك اختلالات، لكن لا زال البعض يحسن النظر في الدور السعودي، وأن التحالف ربما له وجهات نظر أخرى يحاول من خلالها ممارسة الضغط على الحكومة الشرعية فيما يخص تنفيذ اتفاق الرياض، ولكن مثل هذه الممارسات قد تؤذي الجميع وتحقق نتائج عكسية تنقل الحرب إلى عتبة أخرى تدفع ثمنها السعودية ثمنا بيضا. طيب أعود مرة أخرى للأستاذ أحمد العباب من مأرب، ما خطورة هجوم الحوثيين اليوم على الوضع الإنساني للسكان محافظة مأرب، ونحن نعرف جميعا أن مأرب اليوم فيها ربما قرابة 3 مليون يمني؟ الوضع الإنساني في مأرب مؤسف جدا. الحوثي اليوم يزج باليمنيين ويشردهم. الحوثي اليوم يحاول المساس بكرامة اليمنيين. النازحين اليوم يتوافدون من الجوف أعداد كبيرة جدا، ولكن مأرب وسلطتها وقيادتها وقبائلها دائما وأبدا يرحبون بمن أتى إليهم نازحا أو مشردا من ميليشيات الحوثي، ولكن
على المجتمع الدولي ماذا فعل، وهو يتابع ماذا يحدث من انتهاكات وجرائم للحوثيين، سواء بالصواريخ سواء بتشريد اليمنيين في كل المحافظات. نتمنى أن يوقفوا وقفة جادة في تلك المرحلة الصعبة التي يحاول الرئيس هادي والشرعية أن يستعيدوا كرامة اليمنيين من تلك الميليشيات المدعومة إيرانيا. أشكرك جزيلا أحمد العباب الإعلامي، كنت معنا من مأرب عبر القمر الصناعي، شكرا جزيلا لك. وأختم بسؤال أخير مع الدكتور علي الذهاب، كيف تستشرف مستقبل معركة مأرب؟ أعتقد أنه خلال الثلاث الأشهر القادمة لن يكون هنالك جديد على الساحة بالنسبة لخريطة انتشار الحوثيين، لأن العملية الآن تبدو هنالك استجابة مضادة لتحركاتهم، ولعل ما حققه الجيش في اللبنات اليوم، في اللبنات معسكر اللبنات وفي هيلان وفي صروة، يبشر بأن هنالك تحولا أو انحرافا كبيرا، رغم وجود حملة إعلامية مكثفة من قبل الحوثيين وحملة موازية أخرى من قبل المجلس الانتقالي وأطراف داخل الشرعية تساندهم وتسوق الانتصارات وهمية لحسابات ضيقة، يعني تحاول الحد من المكاسب المحققة. وأنظر إلى أن هنالك أيضا يعني تحركات قادمة قد تجعل عملية الدفاع، تنقل المعركة من عملية الدفاع إلى الهجوم خلال الأسبوع القادم على أقل تقدير. شكرا جزيلا لك دكتور علي الذهاب، الخبير في النزاعات المسلحة والخبير العسكري، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. وأيضا الشكر موصول لضيوف حلقة هذا المساء من برنامج المساء اليمن، نلقاكم في الغد وحلقة جديدة، كونوا بخير.